صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ابتدأني يهودي قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل أرد عليه التحية كاملة أم أكتفي بعليكم؟ هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا عليكم، ولا تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل قولوا عليكم. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم، انتهى.